أما نروح نذاكر الكيمياء. بسم الله. وقد CH3 زائد CH2 ماشي. يبقى CH3 زائد CH2 CH3 زائد CH2 زائد OH ده الإيثانول. يبقى CH يوه يعني مش عارف أذاكر. يبقى CH4 CH4 إيه؟ طب أعمل إيه يا رب؟ لو بيحصل معاك اللي نفس اللي حصل معايا ده، يبقى تعال أقولك الحل. كوباية قهوتك وركز معايا. كتير من الناس لما بتروح تذاكر، بعد ما بتذاكر الصفحة وتمام شوية كده، بتبص على الصفحة وتلاقيها مش فاكرة أي حاجة خالص فيها. ده بيحصل مع ناس كتير، ومش أنت الوحيد اللي بيحصل معاك كده. هقولك الحل في 3 خطوات. 1، هتذاكر بصوت عالي. هتقول لي الناس هتسمعني، حدش ليه دعوة بيك، ده مستقبلك وانت اللي بتبني مستقبلك بنفسك. الخطوة التانية، ورقتك وقلمك وتكتب يا باشا، بس مش لازم تكتب كل حاجة، الحاجات المهمة مثلا كلمة ولا كلمتين وتكتبهم. الخطوة التالتة، هتشغل على تليفونك وقت، تضبط وقت وتخلص مثلا تكتب الصفحة دي، عايز تكتب الصفحة دي كلها مثلا في 3 دقايق، في 3 دقايق او في 5 دقايق. تضبط وقتك على 5 دقايق وتشتغل. يعني ايه؟ يعني تشتغل تحت ضغط. ليه؟ عشان لما تروح الامتحان هتكون متعود على الضغط ده، فهتحل بسهولة ومش هتقابلك اي مشاكل، وده هيخلف نوع من التحدي. ولما يكون الامر فيه تحدي، التركيز بيزداد عندك. المشكلة التانية، اول ما افتح الكتاب بنام. اول حاجة، السبب في المشكلة دي 3 حاجات. 1، والاهم، الشيطان. الشيطان بيعمل اي حاجة عشان يمنعك من انت تمسك الكتاب وتذاكر، مش عايز يخليك تعمل اي حاجة فيها منفعة ليك. هنحل مشكلة الشيطان دي ازاي؟ قبل ما تفتح كتابك، هتفتح المصحف تقرأ صفحة او نص صفحة تمام، بعد تبدأ مذاكرة، وصدقني هتلاقي الموضوع ده فعال جدا، وهتدعي لي عليه كمان، هتلاقي في بركة في مذاكرتك مش عارف ازاي. ده حل مني ليك، وما تنسانيش بقى. تاني حاجة، خلي دائما جنبك كوباية مية، كوباية نسكافيه، كوباية قهوة، حاجة المهم تتكيف بيها، يعني تقعد بتذاكر متكيف تمام، عشان ما تملش. تالت حاجة والأخيرة، واللي أكيد معظم القنوات قايلين عليها، يعني في ناس كتير قايلين عليها، ان انت تخلي بين كل 40 دقيقة تلت ساعة او ربع ساعة راحة تمام. في ال5 دقايق دول اروح العب ببجي. اما لو كان في وقت الامتحانات فيش راحة، 5 دقايق اخرج بالكتير تمام. ده كان فيديو النهاردة، شدوا حيلكم يا ابطال ثانوية عامة.